هناك ما يجعل الإنسانية إنسانية بحق، يخاطبنا ويكلمنا بالقضايا الأحق، يساعدنا أن نميز الصواب ونجد الجواب، أن نساعد الصغير والكبير. إنه الضمير. أنت، أنتما، أنتن، أنتم ضمير المخاطب. نخاطبكم لتضعوا حداً لمعاناتهم. أنا، نحن ضمير المتكلم. سنتكلم لنوصل صوت اللاجئين واحتياجاتهم، كي لا يتركوا للضمير الغائب. للإنسانية قواعد لنتمسك بها.